لابورتا يخدع الكل، برشلونة لن يتعاقد مع أي لاعب كبير هذا الصيف. صدم المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة توني فيريتشا الجميع عندما شكك في قدرة النادي على إبرام أي صفقة ضخمة هذا الصيف. المناسب في هذه الفترة لبرشلونة عيش الأحلام، أنا أقول ذلك لأنني أعرف وضع النادي تماما. اقتصاديا برشلونة لا يستطيع فعل الكثير. هل تعلم أن ليفاندوسكي لن يأتي، ولا كوندي ولا رافينها وبرناندو سيلفا لن يأتي، لأن وضع النادي الاقتصادي ضعيف جدا. على هكذا جاء على لسان فريتشا المترشح السابق لبرشلونة.